الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق أن قانون الأمن الغذائي بحاجة ماسة إلى حسابات ختامية إذا ما تم التعامل معه على أنه موازنة أو جزء من موازنة. وأقلت اللجنة أن قانون الأمن الغذائي لا يوجد فيه جانب تشغيلي أو استثماري حتى، أي ليس هناك مبالغ ثابتة تتكرر سنويا، في حين إن قانون الموازنة توجد فيه 75% تشغيلية ثابتة، ما يجعل القانون قاصرا عن الإيفاء بحاجات البلاد الاقتصادية. أعلنت هيئة النزاهة عن تلاعب واختلاس بمبلغ 14 مليار دينار عراقي في مصرف حكومي، مشيرة إلى أن هناك ضبط لعشرة متهمين في عدد من فروع المصرف بالعاصمة بغداد. وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة عن قيامها بضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية في بغداد، مبينة أن مجموع الأموال المختلسة بلغ 14 مليار دينار. وأشارت الدائرة إلى أنها تمكنت من كشف تلاعب واختلاس في مصرف الرافدين فرع المستنصر، لافتة إلى قيام الموظفين المتهمين باختلاس مبلغ 14 مليار دينار من ضمنها قروض في مجمع بسماية السكري. قالت مصادر صحفية في صحيفة ديلي تايمز الهندية أن العراق حافظ على موقعه في الصدارة كأكبر مستورد للشاي من الهند. وبحسب تقرير الصحيفة، فقد بلغ إجمالي صادرات الشاي السيلاني لشهر يوليو بلغ 22 مليون و700 ألف و6 آلاف كيلوغرام من الشاي، حيث أظهرت جميع الفئات الرئيسية تباينا سلبيا ملحوظا مقارنة بشهر تموز من عام 2021، مشيرة إلى أن العراق ظل المستورد الرئيس للشاي السيلاني مع زيادة بنسبة 35% في الواردات على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2022. قال صندوق النقد الدولي إن العالم قد يتأرجح قريبا على حافة ركود عالمي بعد عامين فقط من الركود الأخير. ومع ازدياد معدلات التضخم، يتوقع أن يتسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة بزيادة الاحتمالات بمواجهة أوروبا شتاء باردا قارسا ومظلما كذلك، فيما تقف القارة العجوز على شفا الركود. كما يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها في نفس الوقت الذي تفاقم بسبب قطع شحنات الأسمدة والحبوب من أوكرانيا وروسيا التي تستأنف ببطء، إلى انتشار الجوع والاضطراب في العالم النامي برمته. يواجه مسافرون بأرجاء بريطانيا اضطرابات في حركة السفر خلال هذا الأسبوع، إذ واصل الآلاف من عمال السكك الحديد صيفا من الاضطرابات بغية الحصول على رواتب وأمن وظيفي أفضل وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة. وشكل عمال السكك الحديدية صفوف اعتصام في جميع أنحاء البلاد على خلفية مشكلات تتعلق بالأجور وخفض الوظائف وبنود العقود كذلك. كما باشر عمال ميناء فيليكس تاو البريطاني إضرابا عن العمل يستمر لمدة 8 أيام للمطالبة برفع الأجور. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.